فين؟ مش عارفة، أنا يئست من حياتي، عشت طول عمري كأني ريشة في مهب الريح، ما حسيتش يوم واحد بالسعادة الحقيقية. كان عمري سنة واحدة لما بابا مات، أمي سابتني وعشت مع جدي في اسكندرية لغاية ما مات هو راح. أمي معرفش طريقها لأني ما شفتهاش من يوم ما بابا مات. خدتني سنية صاحبتي الوحيدة في سراية أبوها، وكانت زي أختي وأكتر، ودوروا على أمي لغاية ما لقيوها. وجت أمي عشان تاخدني بعد ما سابتني 15 سنة. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. تفضلي يا هان، تعالي تفضلي. ميرسي. ازيك يا ام يونس؟ ان شاء الله تسلمي يا ست الحاجه. انتوا تعرفوا بعض؟ عشره 15 سنه في اسكندريه يا هان. امال فين سلوى؟ مع ست ثانيه فوق. سعاده الباشا لما عرف ان حضرتك جايه تاخديها النهارده قالوا تاخدها ليه؟ ما تخليها. متشكرين قوي. اهي بقالها عندكم اسبوعين دلوقت، ممكن تندهلها؟ حاضر يا فندم. يا ترى بقى شكلها ايه يا مول؟ بقت عروسه يا استهان. فين 15 سنه حضرتك ما شفتيهاش؟ انا مش عارف هقابلها ازاي يا بابا فهيم. دي امك يا بنتي. انا مش حاسه ان ليا ام. لما هتشوفيها وتاخدك في حضنها هتحسي بحنان الأم. هتوحشيني يا سمية. أنا حابه عداد أجيبك كل يوم بالعربية. دين قلبي مخطوف عليها علشان بقالي جمعة ما شفتهاش. الله يكون في عونك يا ستي. ما انت اللي مربياها يا أم يونس. يا حبيبتي وحشتيني يا ست سلوى. يا حبيبتي يا بنتي سلمي على مامتك. عندك حق يا ام يونس، سلوى بقت عروسه. ثانية. اهلا ثانية. انا سمعت انكم اصحاب قوي. ايوه يا طن، ما هم متربيين سوا من صغرهم يا هانم. الناس في اسكندريه كانوا بيفتكروهم اخوات كده. يلا يا سلوى خلي سوا يوصلهم يا دادا فهيمة. ادي بيتنا يا ستي. طبعا نسيت السرايا اللي كنت قاعده فيها. اياك يعجبك. لا حلو. تعال. ادي اوضتك يا ستي، عجبتك؟ كويسه. هي مش كويسه ولا حاجه، اهي على قد الحال. الله يرحم ابوكي، ما خلاش حيلتي غير حته البيت في العباسيه وكان فداني. نهايته اما تعوزي حاجه اطلبيها من ام يونس، ودتك ومربياكي. انا همشي بقى. حضرتك خارجه؟ ايوه، لاني عندي شغل كتير قوي ولازم تعودي نفسك على كده من دلوقتي. عاوزه حاجه؟ لا مش كده. طيب. الله، أما حتة فستان حلو يا دانا. قوي قوي، تسلم إيديكي. إحنا الساعة كام دلوقتي؟ قربت على 12. لا قوام كده بقينا الظهر. هي هتفضل نايمة لحد إمتى؟ حسب مزاجها يا بنتي.
دادا؟ هي بتشتغل ايه؟ ما بتشتغلش يا بنتي. ها؟ امال بتروح فين كل يوم؟ دي بتقوم من النوم الظهر تلبس وتخرج ما ترجعش غير بالليل، وبعدين تغير هدومها وتخرج تاني وما تجيش غير على وش الصبح. بتروح فين يا دادا؟ مشاغل الدنيا كتير يا بنتي. انت رايح فين؟ حاجة معاك. مش ممكن عمرك. طماع بشكل. طب خد